الكرة تذهب في الزاوية البعيدة في اتجاه حمزة خيبة. صراع على الكرة بين حمزة خيبة وجلال الداودي. اختار التنفيذ بشكل مباشر لكن سرطان. هنا الحكم سيوجه بطاقة صفراء. تدار بطاقة صفراء هذه المرة لروجير أولو. ثالث بطاقة صفراء إلى حدود الدقيقة 24 أيها السادة والسيدات. نذكر البطائق الصفراء بعد عملية التدخل لكات من جانب يحيى عطية الله على بطاقة صفراء يواجه الحكم لساكن الأرض. إذا انذار في وجه ساكن الأرض. عالية كرة الرجاء في اتجاه من في آخر المطاف التغطية متر أخيرة. صراع لكير بين شباب الشانية متر أخيرة. صراع لكير بين شباب الداودي في وجه رضا الجعدي بثواني قليلة. لحظة التدخل بالطرف رضا الجعدي. أي صعبات بدون شرط خاطئة وتمريرة مكعاسي. هنا تدرية الحكم المساعد فريق الوداد أرياج. يا منذر ويا خوان كارلوس غاريج. هذه لفتة تدخل حكم نحن خدش دخلنا. يا منذر ويا خوان كارلوس غاريج. هذه لفتة تدخل حكم على تدارك الشاربي مخالفة والحفيدي. حمزة خيبة ماذا هناك حكم يمنح مخالفة لفريق الوداد الرياض. لحظة بطاقة صفراء على اللاعب محمد المكاس. مرت امام اظن بولي سيمبو جونيور. بالفعل امام بولي سيمبو جونيور حكم يمنح ركلة ركنية. احتاج لاعب الرجاء اسماعيل المقدم على تدارك الحكم يوشي بطاقة صفراء لاسماعيل المقدم. مكعازي استلام ودوران من جانب مكعازي. الحكم يقول خطأ على محمد المكعاز. تنفذ لفائدة فريق الوداد أرياج من وسط الميدان جبران أيمن الحنسوري.